بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أهلا بكم أبنائي الطلاب في مدرسة تطوير الإلكترونية، وأهلا بكم في درس جديد من مادة لغة الجميلة للصف الثالث الابتدائي من الفصل الدراسي الأول، وسيكون عنوان درسنا لهذا اليوم مصايفنا. على بركة الله نبدأ. ما زال الحديث متصلا عن بلادنا وما تنعم بها من أماكن مقدسة ومعالم أثرية. تحدثنا في الدرس السابق عن شواطئ من بلادي، وسوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن مصائف بلادي. وقبل أن ندخل في الدرس نريد أن نتعرف على كلمة مصائف. ماذا تعني كلمة مصائف؟ كلمة مصائف تعني الأماكن التي يقصدها الناس صيفا، حيث يبحثون بها عن الجو المعتدل والهواء العليل. آمل من الجميع التركيز معي والانتباه. مصايفنا. طلبت المعلمة إلى التلميذات التحدث إلى زميلاتهن عن المصائف الجبلية في المملكة العربية السعودية. بدأت هند الحديث قائلة: من المدن التي زرتها وأعجبتني مدينة الطائف، وهي من أشهر المدن السعودية، ومصيف جبلي يتميز بكثرة المتنزهات والحدائق والمعالم الأثرية. من أشهر المتنزهات الشفا والهدى التي يقصدها السائح لجمالها وخصوبة أرضها ومياهها العذبة، كما يقصد السائحون المعالم الأثرية مثل قصر شبرا وسد وادي عكرمة. تشتهر مدينة الطائف بزراعة العنب والرمان والتوت والتين الشوكي البرشمي. ثم تحدثت سعاد عن منطقة عسير التي فيها الكثير من المصائف، من أهمها مدينة أبها، أجمل مصائف المملكة وتلقب بعروس الجبل. وقد ساعدت طبيعة عسير ذات الجو المعتدل والمياه الوفيرة والمعالم الأثرية المتنوعة في أن تصبح أبها مصيفا رائعا ينعم السائحون فيها بالنسيم العليل والمناظر الخلابة والخضرة الكثيفة. ومن أهم المتنزهات السياحية فيها متنزه عسير الوطني، ويتكون من عدة مواقع منها السودة، دلغان، الحبلة. ولأن هذه المصائف ذات طبيعة جبلية أنشأت الحكومة شبكة من الطرق والجسور والأنفاق التي تربطها بمناطق المملكة لتسهل التنقل لأغراض التعليم والتجارة والسياحة. قالت المعلمة: أحسنتما، أحضري يا هند صورا لمدينة الطائف، وأنت يا سعاد أحضري صورا لأبها لترى زميلاتكن مصايفنا الجميلة. نعم، بعد أن قرأنا هذا النص أبناء الطلاب نريد أن نجيب عن الأسئلة التي تدور حول هذا النص. يقول: أضع علامة صح عن يمين الإجابة الصحيحة. طلبت المعلمة من التلميذات كتابة 3 أسطر عن المصائف، أم الحديث عن المصائف الجبلية، أم وصف مصيف قمنا بزيارته؟ ماذا طلبت المعلمة؟ نعم، طلبت الحديث عن المصائف الجبلية. نعم، ننتقل للسؤال الذي بعده. يقول: تزخر بساتين مدينة الطائف بالفاكهة التالية.
نعم يا شباب، ماذا ذكرنا في النص؟ تشتهر بماذا من الفواكه الطائف؟ العنب، التوت، الشوكي، الموز، التوت، المشمش، البطيخ. نعم ذكرنا ثلاثة منها في النص، من يتذكر أول ماذا؟ نعم العنب. ثم ماذا؟ ما قلنا البرشمي اللي هو التين. ليش؟ نعم التين الشوكي. وماذا أيضا؟ المشمش أو التوت؟ التوت. هنا يقول تحتضن عسير المتنزهات التالية. ذكرنا ثلاث متنزهات من متنزهات عسير في النص، من يتذكرها؟ الحبلة، الجبل الأخضر، السودة، دلغان، الهضبة، الشفاء. ماذا ذكرنا منها؟ نعم أول شيء وشي؟ نعم الحبلة. وماذا أيضا؟ أشهر وحدة في أبها في عسير وأعلى مرتفع في المملكة العربية السعودية. نعم السودة. ودلغان. نعم أحسنتم. ننتقل للشريحة التي تليها. هنا يقول في هذا السؤال أصل الكلمات في القائمة ألف بما يناسبها في القائمة باء. نعم نريد أن نصل الكلمة بمعناها في الفقرة باء. هنا يقول المصيف، ذكرناها يا شباب، المصيف هل هو الهواء اللطيف أم المحببة أم يقصده الناس في الصيف أم المواقع والأمكنة المشهورة؟ نعم إذا المصيف الذي يقصده الناس في الصيف. نعم هنا المعالم الأثرية، ما هي المعالم الأثرية؟ الهواء اللطيف أم المواقع والأمكنة المشهورة؟ نعم المواقع والأمكنة المشهورة القديمة. هنا ما هو النسيم العليل؟ الهواء اللطيف أم المحببة؟ أكيد الهواء اللطيف. الخلابة هي معناها المحببة. أحسنتم. انتقل لما بعده. هنا يقول أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة. نريد هنا أن نقرأ ونلاحظ الكلمات الملونة باللون الأحمر. يقول بدأت هند الحديث قائلة من المدن التي زرتها وأعجبتني مدينة الطائف وهي من أشهر المدن السعودية ومصيف جبلي يتميز بكثرة المتنزهات والحدائق والمعالم الأثرية. ساعدت طبيعة عسير ذات الجو المعتدل والمياه الوفيرة والمعالم الأثرية المتنوعة في أن تصبح أبها مصيفا رائعا ينعم السائحون فيها بالنسيم العليل. ماذا نلاحظ في هذا النص؟ ماذا نلاحظ في الكلمات الملونة باللون الأحمر في هذا النص؟ نعم جميعها ماذا؟ في آخرها تنوين. نعم أحيانا كان تنوين بالفتح مثل قائلة، وأحيانا كان تنوين بالضم مثل مصيف، وأحيانا كان تنوين بالكسر مثل كلمة عسير، وأحيانا كان تنوين بالفتح ضفنا إليه ألف. نعم في آخره. نعم أحسنتم. وهنا يقول أقرأ قراءة معبرة. أقرأ قراءة معبرة، نريد أن نقرأ هذا النص قراءة معبرة. ما معنى معبرة؟ أي أن نمثل المعنى فيها، نقرأها قراءة مع تمثيل المعنى. مثال بأن نقول بدأت هند الحديث قائلة من المدن التي زرتها وأعجبتني مدينة الطائف وهي من أشهر المدن السعودية ومصيف جبلي يتميز بكثرة المتنزهات والحدائق والمعالم الأثرية. من أشهر المتنزهات
الشفاء والهدى التي يقصدها السائح لجمالها وخصوبة أرضها ومياهها العذبة. نعم، هذه تعتبر قراءة معبرة. هنا فائدة جميلة، يقول: ختم الاسم بتاء مربوطة يمنعه من زيادة ألف في آخره، تنوين الفتح، مثل هنا رائعا رائعا، نهايتها تنوين بالفتح، أضفنا لها ألفا. لكن لما نقول رائعة رائعة، هنا لا نستطيع أن نضيف لها ألف، لماذا؟ لأن آخرها تاء مربوطة. ومثال أيضا: قراءة معبرة قائلة، في نهايتها تاء مربوطة، إذا لا نضيف لها ألف في آخر تنوين الفتح. نعم، هنا يقول: استخرجوا من النص، نريد أن نستخرج من النص. نعم، نريد كلمة مختومة بألف مقصورة قائمة، ألف مقصورة قائمة. إذا الألف المقصورة نوعان، ألف مقصورة قائمة هكذا ممدودة، وألف مقصورة على صورة الياء، مثل صورة الياء لكن بدون نقط. نعم، من أين؟ من النص. نذهب إلى النص لكي نستخرج هاتين الكلمتين، هيا بنا. نعم، من يستطيع؟ في الأول نريد كلمة آخرها ألف مقصورة قائمة. وقد ساعدت طبيعة عسير ذات الجو المعتدل والمياه الوفيرة والمعالم الأثرية المتنوعة في أن تصبح ماذا؟ أبهى. كلمة أبهى آخرها ألف مقصورة قائمة. نعم، بهذا الشكل. طيب، الآن نريد ألف مقصورة على صورة الياء، على صورة الياء، من أين؟ من يستطيع هنا؟ نعم، فلنفكر في السطر ما قبل الأخير. وأنت يا سعاد أحضري صورا لأبهى، لماذا؟ لترى. نعم، لترى، نلاحظ هنا في نهايته ألف مقصورة على صورة الياء. أحسنتم. نعم، إذا نقول الكلمة الأولى أبهى، والكلمة الثانية مختومة بألف مقصورة هي لترى. نعم، الآن نريد كلمة بها تضعيف. كيف تضعيف يا شباب؟ أي بها شدة. نعم، وأيضا كلمة بها تنوين ضم، تنوين ضم، وأيضا كلمة بها تنوين كسر. كلمة بها تضعيف، وكلمة بها تنوين ضم، وكلمة بها تنوين كسر. اذهب إلى النص لنستخرج. في البداية نريد كلمة بها تضعيف، حرف مشدد. نبدأ بالسطر الأول: طلبت المعلمة إلى التلميذات نعم، التحدث، التحدث. إذا هنا تضعيف على حرف الدال. نعم، نريد كلمة بها تنوين ضم، تنوين ضم. نعم، هنا بدأت هند الحديث قائلة، قائلة تنوين، ليس تنوين ضم، تنوين نصب. نعم، فتح: من المدن التي زرتها وأعجبتني مدينة الطائف، وهي من أشهر المدن السعودية، ومصيف، نعم مصيف، جبلي وأيضا جبلي، إذا مصيف. نعم، وأيضا تنوين، وأيضا نكتب، قلنا أبهى ولترى، وكلمة بها تضعيف التحدث، وكلمة بها تنوين ضم
مصي فن نعم، وكلمة بها التنوين كسر هي كلمة عسير. نعم أحسنتم أبنائي الطلاب. ننتقل هنا، يريد أن أستخدم كلمتي أشهر وأجمل في المكان المناسب. أن نضع كلمة أشهر وأجمل في المكانين المناسبين. يقول هنا: مدينة أبها فراغ مصائف المملكة العربية السعودية. مدينة أبها ماذا؟ أشهر مصائف أم أجمل مصائف المملكة؟ نعم، من يقول؟ نعم أجمل، أكيد أجمل مصائف المملكة العربية السعودية. مدينة أبها مدينة جميلة جدا. هنا الطائف من فراغ مدن المملكة العربية السعودية، ماذا نقول؟ طبعا من أشهر مدن المملكة العربية السعودية، وأيضا من أقدمها، مدينة قديمة مدينة الطائف. الفقرة باء يقول: أستخدم الكلمات التالية في جمل مفيدة شفهيا. أريد منكم الآن كل واحد يفكر ويحاول أن يأتي بجملة مفيدة تحتوي على كلمة أكثر وأيضا أحلى وأيضا أصغر، كما في السؤال الذي قبله: مدينة أبها أجمل مصائف المملكة، والطائف من أشهر مدن المملكة. من يستخدم لي كلمة أكثر ويضعها في جملة؟ نعم، من يقول؟ هل نقول مثلا عاصمة المملكة ما هي؟ الرياض. نقول مدينة الرياض أكثر ماذا؟ أكثر مدن المملكة العربية السعودية سكانا. نعم هي أكثر مدن المملكة العربية السعودية سكانا. نعم، أو نقول مثلا مدينة أبها أكثر المدن التي يقصدها السائحون، مثال. طيب كلمة أحلى، من يضع أحلى في جملة؟ نعم، هل نقول مثلا مكة والمدينة أحلى بقاع العالم؟ نعم، وأيضا نستطيع أن نقول مدينة أبها أحلى مصائف المملكة العربية السعودية. نعم، الآن هنا كلمة أصغر، من يأتي؟ ماذا نقول؟ مثال مدينة الطائف أصغر من ماذا؟ أصغر من مدينة الرياض. نعم، مدينة الطائف أصغر من مدينة الرياض. نستطيع أن نقول مثلا السيارة أصغر من الشاحنة. نستطيع أن نستخدم أشياء كثيرة. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في توصيل الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.